اولا خلينا على طول نسالك سريعا، يعني قرات ازاي جبهه الاخواني محمود حسين واعلانهم لاصدار وثيقه سياسيه وتوقيتها كمان، ايه الهدف وايه السبب؟ تمام، اولا تحيه حضرتك المشاهدين الكرام. ثانيا نؤكد على قاعده طوال التاريخ وقاعدة إلهية وقاعدة بشرية ومنطقية، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الطبيعي ان احنا بنشوف هذه الانشقاقات لهذه الجماعة لانه الهدف في المبتدأ ما كانش خالص لوجه الله، ناهيك انه هذا الهدف ضد الوطن بشكل خاص و ينافي الأسس الصحيحة للدين الذي تربينا عليه، دين الفطرة السليمة يعني. فهذه الجماعة ستتنكب هذا الطريق في كثير من الانشقاقات، ويمكن احنا شايفين ان الانشقاقات الحادثة الآن في المرحلة التي تمر بها هذه الجماعة أكبر انشقاق في تاريخها. يعني كان في انشقاقات سابقة طوال تاريخ الجماعة لكنها لم تكن بذات التأثير الحادث الآن، لم تكن تصل إلى مكتب الإرشاد مثلا على سبيل المثال. يعني أيام البنا كان في جماعة انشقت عن الإخوان اللي هم شباب محمد، بعد البنا أيام الهضيبي كان في انشقاق الشيخ الغزالي والشيخ الباقور إلى آخر هذه الانشقاق، لكنها لم تكن مؤثرة بشكل كبير. أما الانشقاقات الحادثة هي انشقاقات كبيرة وجسيمة للغاية، كان في المبتدأ يظن أنها مناورة من مناورات الإخوان وده ديدا الإخوان، لكن حقيقة هي انشقاقات حقيقية. قسمت الجماعة حاليا إلى ثلاث جماعات. الجماعة الأولى هي جماعة محمود حسين اللي هي عرفت باسم جماعة اسطنبول. الجماعة الأخرى جماعة لندن اللي هي بيرأسها حاليا الدكتور صلاح عبد الحق، وجماعة ما بين الجماعتين تمثل الشباب اللي هي الكماليين. أيوة. الذين ينتمون إلى محمد كمال. اللي كان يعتبر المرشد الحقيقي للجماعة بعد ثورة 30 يونيو. يبقى احنا عندنا ثلاث جماعات منفصلة، وكل جماعة تدعي لنفسها أنها هي الأحق بالمرشدية في ظل غياب المرشد محمد بديع لاعتقاله على الجرائم التي ارتكبها في حق الدولة. ليه جبهة محمود حسين أصدرت الوثيقة دي دلوقتي؟ احنا طبعا اللحظة الراهنة بتحاول الجماعة انها تستغل مثلا فكرة الحرب على غزة عشان تلمع من نفسها، بتحاول انها تلمع نفسها من جديد، بتحاول انها بعد الصدمات التي او الصفعات التي تلقتها خلال العشر سنين الماضية واخرها صفعة انتخابات الرئاسة والتي لم يستجب الشعب سواء لدعوات الفوضى او سواء لدعوات المقاطعه، فالجماعه بتحاول انها توجد موطئ قدم لها. والامر الثاني هي نكايه في تحديدا جبهه لندن، لان جبهه لندن يمكن دلوقتي ترسخت يعني اقدامها اكثر من جبهه اسطنبول. هي ميزه جبهه اسطنبول ان محمود حسين يعتبر رجل حديدي وعنده مفاتيح الجماعه، مفاتيح الماليه، مفاتيح الاعلام، ليه صلة كبيرة بالداخل، عارف تفاصيل الداخل. جبهة لندن هي تتميز باللي هي ليها صلات أكتر بالتنظيم الدولي، بالخطوط العريضة للتنظيم، ارتباطها الوثيق بالداخل مش على نفس الدرجة بارتباط محمود حسين، لكن هي الأكثر يعني تواجدا أو يعني نقول يعني رسخت أقدامها أكتر لدى الجموع الإخوانية الموجودة، وحتى وإن كانت الجماعة في فترة الضعف اللي احنا عارفينها. فدي جبهة ايه؟ دي جبهة لندن. الجبهة اللي بين الاثنين اللي هي جبهة الكماليين اللي هي الشباب. جبهة لندن ممثلة في صلاح عبد الحق اللي هو يعتبر قائم بأعمال المرشد، عندك محمود الليبياري اللي هو يعتبر الأمين العام للتنظيم خلفا لإبراهيم منير اللي كان الأمين العام للتنظيم وبعد كده بقى المرشد. عندك محمد البحيري، عندك الدكتور حلمي الجزار، عندك محي الدين الزايط، عندك صهيب عبد المقصود ده اللي هو ايه المتحدث. ده جبهه انا بس عشان المشاهد يبقى معايا بس في الصوره. وجاي للوثيقه. جبهه اسطنبول ممثله في محمود حسين وممثله في مصطفى. انا بس علشان الوقت مش كتير، فانا عايز بس اقف عند الوثيقه اللي بتزعم ان جماعه الاخوان بتؤمن بالوطن
والوطنية وبتعمل على سلامة الحدود، رغم ان الحقيقة ان احنا الاصل عارفين ان هم لا بيؤمنوا لا بوطن ولا بحدود. ما هو ده ليه الاكاذيب دي في الوثيقة؟ ما هو ده بقى اللي بيؤكد الفكرة، هم بيحاولوا يقدموا نفسهم تقديمة جديدة، ان هو بيحاول يلمع نفسه، انه بيحاول ان هو يعني يعمل مناورة على فكرة، لان هو شايف ان الشعب المصري متمسك بأرضه، الشعب المصري متمسك بقيادته، الشعب المصري متمسك بوطنه. فيجي هو يقول لك ايه، طب خلاص انا هحاول ان انا التف على هذه الفكرة وادعي لنفسي ان انا لا، ده انا مع المواطنة، ده انا مع الوطن، ده انا زي عارفة حضرتك في 2005 اصدروا برضو وثيقة اللي هي فكرة المرأة، وان احنا نؤمن بحق المرأة في الترشح في الانتخابات وحق الاخوة المسيحيين والى اخره، وكانت نوع من المناورة برضو، لانه ده لا يمثل حقيقة وكن الفكر الحقيقي لجماعة الاخوان، فهي مناورة سياسية عشان يقدم نفسه، خاصة برضو في نقطة ثالثة غير النكاية في جبهة لندن، وغير انه بيحاول يقدم نفسه، انه برضو الضربات الموجهة للجماعة في اوروبا اللي احنا لاحظناها بداية من العام الماضي واللي بتزيد رويدا رويدا، وهذا العام اكثر والعام اللي بعده ان شاء الله، فهو بيحاول ان هو يعني ايه فكرة ان انا اخرج من الشرنقة اللي انا ايه وضعت فيها حاليا، فبيحاول كل هذه الأسباب إن هو يعني إيه يوجد موطئ قدم ليه مرة أخرى حتى يتنفس الصعداء، لأن زي ما احنا قلنا معركتنا مع الإخوان ستظل ممتدة، التنظيم في أضعف حالاته، الدولة كسبت المعركة الأمنية ومعركة الإرهاب، لكن يتبقى لنا الأفكار التي تمثل الجماعة، ويتبقى لنا الأفكار المناوئة للدولة المصرية كتنظيم مناهض لفكرة الدولة. هي الفكرة ان انا مش مناوئ للنظام، هو مناوئ للدولة المصرية. وفكرة ان هو عنده ثأر بيحاول ان هو يستعيد الكرسي مرة اخرى عشان في فكرة الثأرية. ففكرة الثأرية دي حاليا وده اسوأ وده اخطر طبعا. هو مش معادي لحكومة لا 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 نظام لا لا موجود لا. يعني الانظمة والحكومات بمرور الزمن بتتغير بالزبط. لكن ده هو مناوئ ومعادي للفكرة الوطن نفسه، لفكرة بالزبط. الدولة نفسها بالزبط. يعني هو عايز الدولة دي تهدم على الارض بالزبط. هو مش معادي للاشخاص. مش مهم الدولة تروح في في في, في في داهية، لكن أبقى أنا كجماعة، أبقى أنا فكرة الإخوان، لأن إحنا من تجربتنا مع الإخوان إنه الإخوان بيروا أن الجماعة هي الوطن، والوطن هو الجماعة، مش الوطن هو مصر، مفيش حاجة اسمها مصر عند هذه الجماعة. ويمكن فاكرين المقولة الشهيرة اللي كان بيقولها مهدي عاكف عفوا، اللي هو اللي ما شتم مصر تراب عفن، لا وغير الشتيمة اللي هي عفوا توظف مصر، لا تراب عفن دي كانت ده تراب عفن سيد قطب اللي هو فكرة الوطن. طب ما انت بتقول على الوطن تراب، ما هو الا مجموعة من التراب العفن، حفنا من تراب يعني. عفن فانت لا، فانت فكرة ان هو يقول لك والله انا مع فكرة الوطن، مع فكرة احنا مع الوطن، احنا مع المواطنة، لا لا لا, لا. هذا كذب وهذا افتراء تدعيه هذه الجماعة، لأن لا يمثل الفكرة الحقيقية لهذه الجماعة، لأنه الجماعة لا تؤمن بفكرة الوطن. وزي ما احنا قلنا قبل كده في كتابات حسن البنا قال بالضبط بالنص كده، والخلاف الذي بيننا وبينهم أنهم يعتبرون الحدود الجغرافية والتخوم هي الوطن يعني، لكننا نعتبرها بالعقيدة وليست بإيه بالحدود اللي هي حدود الدولة اللي هي تميزت بها مصر عبر التاريخ، كميزة تميزت بها مصر إن حدودها منذ أن إن شاء الله هي كما هي، لم تتغير ولم تتبدل بمرور آلاف السنين. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إسلام الكتاتني الخبير في حركات الإسلام السياسي. وحفظ الله مصر.